مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، وستشاهدون في هذه الحلقة الورد بدلا عن الألغام في المناطق المحررة، وصحفي تعز وناشطيها ضد تكميم الأفواه وإطفاء أعين الشهود، وأفضل طبيب في المجر هذا العام يمني. وفي ألت شيفت المنظمات الإنسانية والحقوقية ودورها في اليمن. أما في ديليت الجواز اليمني يقطع ويرمى في مطار الملكة علياء بالأردن. وأخيرا في تاتش اختراع جهاز جديد يقوم بتحويل حاسوبك المحمول من جهاز عادي إلى جهاز يعمل باللمس. كل هذا والمزيد في حلقة اليوم، فخليكم معنا. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، ولكن الحوثيون عندما تقوم عليهم ساعة التحرير في المناطق التي يسيطرون عليها وقبل رحيلهم يزرعون ما بيدهم من آلاف الألغام وحقد العالم، لتبدأ بعدها رحلة الجيش والمقاومة وأبناء تلك المناطق بالتخلص من هذا الحقد الأسود المزروع بأرضهم المتعبة. وهذه المرة قرروا مداواتها بالورد. نعم، الورد بدلا من الألغام، وهنا الفرق بين صاحب الأرض المحب والمنتمي إليها وبين غازي معمي على قلبه بحقد أسود على الحجر والشجر قبل البشر. انزع لغم ازرع ورد من ألطف الهاشتاجات وأبلغها وطنية التي انتشرت هذا الأسبوع بمواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لجنود الجيش وأفراد المقاومة والمواطنين في أكثر من منطقة يقومون بنزع الألغام وزرع الورد مكانها. انتقينا لكم بعض هذه المنشورات، ونبدأ بمنشور للناشط عامر السعيدي. عامر تناقل هذه الصور التي انتشرت في مواقع التواصل وكتب عليها: الصورة من محافظة حجة، السلام والحب، جنود الجيش ينزعون ألغام الحوثي ويزرعون الورد. هذه الصورة تختصر أحلامنا ورغبتنا في الحياة، وهذا هو مطلب كل يمني. وصرختنا العالية كفى موتا وحروبا ودمارا وفسادا ومصادرة للدولة والحياة. هذه هي مشاهدينا الكرام الصور التي انتشرت للجنود وهم يقومون بزرع الورد في أماكن التي نزعوا منها الألغام. منشور آخر للزميل زكريا الربع كتب فيه: زكريا أيضا قام بمشاركة الصور كبقية الناشطين وكتب عليها: الجيش الوطني يضع وردة مكان كل لغم زرعه الحوافيش، بربكم من يحملون الحياة والخير لليمنيين. ثم ذيل منشوره بالهاشتاج انزع لغم ازرع ورد. الناشطة فاطمة الأغبري كتبت معلقة على الصورة أيضا، وقالت في منشور عبر صفحتها في الفيسبوك: وهل هناك أجمل من هذه الصورة؟ ينزعون الألغام ويغرسون في نفس المكان وردة، إنه الجيش الوطني الذي أقف له احتراما. لست أنت فقط يا فاطمة، وإنما كل يمني حر شريف يقف احتراما لهذه الصور التي تحمل الكثير من المعاني. مستمرون في ذات الموضوع، والزميل منصور النقاش كتب كلمات قليلة لكنها مليئة بالمعاني الكبيرة، وقال معلقا على الصورة أيضا، منصور أيضا قام بمشاركة هذه الصور وكتب: بالورد يرممون جراح الأرض المثخنة بالبارود. نعم، هم يقومون بذلك، هم يرممون الأرض المثخنة بالبارود وبالحرب وبعد شهور من المعارك الدائرة في هذه المناطق. الصورة دائما تختصر الكثير من الكلمات وأيضا المعاناة، وتنقل الواقع بأدق تفاصيله لترسمه بأعيننا لسنين، وهو ما قد لا تفعله ملايين الكلمات. وعندما تجتمع الصورة مع صمت الحدث في وقفة للتنديد بمحاولات طمس الحقيقة وإخراس شهود، يكتمل المشهد، ولم يعد أمام أبناء تعز سوى إيصال صور معاناتهم للعالم، لعله يخرج من صمته وسكونه المطبق على وجوههم فيزيدهم وجعا. خلونا نشوف بعض من هذه الصور التي أتت من الوقفة.
وللأسف لا حياة لمن تنادي. وحول هذه الفعالية كتب النشط إبراهيم الجبري وقال عبر منشور في صفحته. إبراهيم قام ببداية المنشور بهاشتاج قافلة التحدي، وثم كتب: لا جواب اليوم إلا للصورة وللكاميرا المدثرة بالوجع، ولا صوت يعلو فوق صوت الصمت الحزين، ولا وقفة تستفز دموعنا كإعلاميين وناشطين وأبناء تعز الحرية والكرامة، غير وقفتنا تضامنا مع الخالدين الذين رحلوا عنا بسبب القتلة المحتلين للوطن ولتعز، والذين يحاصروننا بالموت والقنص ويتفننون بمحاولتهم لإسكات صوت الحقيقة وإطفاء عين الحدث، ويتفننون هواية قتل الإعلاميين، لكنهم لا يستطيعون قتل الحقيقة أو إيقاف فلاش الكاميرا الذي انطلق في وجه القتلة كالطلقة. الرحمة للشهيدين اليمني والشيباني، والسمو والرفعة لكل إعلامي حر ونزيه في تعز واليمن، والتضامن مع الإعلامي الدكتور القاضي وطه صالح، والسلام على عين الحقيقة التي لا تنام. وعلى سيرة الصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها هذا الأسبوع، كان الزميل والأستاذ الدكتور محمد القاضي مراسل قناة سكاي نيوز ومصوره آخر ضحايا هذه الانتهاكات المنصبة على الإعلام والإعلاميين من كل الجهات. هذا الأسبوع فوجئنا باختطافهم من قبل جماعة مجهولة قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا. وحول هذا الموضوع كتب الزميل حمدي البكاري الذي كانت له تجربة مشابهة قبل فترة. كتب حمدي على موضوع اختطاف الدكتور القاضي: كل التضامن مع الزميل الصحفي والصديق العزيز محمد القاضي مراسل سكاي نيوز العربية في تعز، وكذلك المصور طه صالح، وقد تعرضا لعملية خطف وتهديد بالقتل ومعاملة غير لائقة إنسانيا داخل المدينة، وذلك قبل أن يطلق لاحقا سراحهما. الصحافة ستظل صامدة أمام كل صنوف الاستبداد ولن تسكت، والحمد لله على سلامة الزميلين محمد القاضي وطه صالح. وما زلنا في تعز وأهمية الصورة باختزال الواقع والأحداث. وهذا الأسبوع انتشرت صورة لقائد مقاومة تعز حمود المخلافي تداولها الكثير وكتب عنها. اخترنا لكم هذا المنشور للكاتب يحيى الأحمدي. نشوف منشور يحيى الأحمدي ماذا كتب على الصورة. كتب: ماذا سيقولون عن هذه الصورة؟ هل كان الشيخ حمود في هذه اللحظة المرعبة يفكر بأن مصورا يمكنه تحريك عدسته؟ وهل كانت أغلى أمنيته وهو على بعد رصاصة من الموت أن يأخذ صورة فوتوغرافية؟ كان هذا هو منشور يحيى الأحمدي عن هذه الصورة التي تداولها الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. وما زلنا في تعز وننتقل معكم لمتابعة هذا الفيديو الذي أرسله لنا أحد متابعي البرنامج. وبهذه المناسبة نشكر لكم تفاعلكم مع صفحة البرنامج في الفيسبوك، ونتمنى أن تستمروا بتفاعلكم. وهذا الفيديو الذي تم إرساله لنا لرجل يحكي بطريقة شعرية حال اليوم، خلونا نتابع. كل شيء مخيف حصارا دمارا قصفا عنيف، وشيء أخجل أن أذكره غني عن التعريف. يتساقطون فيه الفقراء كما تتساقط أوراق الخريف. اقرأ في وجوه البسطاء كل شيء مخيف، عناء لا يناصره شريف، جوع يبحث عن ثمن لشراء رغيف. لا تكتب شيء لا تهوى التأليف، لست في باريس ولا جريف. لا تكتب شيء لا تهوى التأليف، ستلاحق من الضابط للجندي إلى العريف، إلى غرف للتبريد والتجفيف والتصدير قبل التغليف. وستتهم بأنك عميل وحليف كونك لا تهوى التزييف. اقرأ حروفي عباراتي كلماتي معاناتي أناتي، كلما رحلت من رصيف إلى رصيف
جعلت من الثرى فراش ومن السماء سقيف، ابحث لي عن وطن لا أسمع فيه إلا مؤذنا لدين حنيف، لا وطنا فيه نجيف النجيف. إلى أين أرحل لم يبقى لمكان إلا تحت الرصيف، لعلي أجد فيه وطنا لا يأكل فيه القوي الضعيف. أعرف أني سأنال التشريف ليس في حياتي بعد مماتي، كلماتي أقوى من المطريات كالبرد نياتي، لا تهوى التحريف وأنا أرحل من إرشيف إلى إرشيف، ووطني يرحل من نزيف إلى نزيف. كلما رميت الثقة بالله قلت يا الله عليك يسلم فمك يا شاعر، وشكرا لمن قام بإرسال هذا الفيديو لنا، ونتمنى منكم أن تكونوا ترسلوا لنا أيضا أسامي هؤلاء الناس. ننتقل لموضوع آخر وهو اختيار طبيب يمني كأفضل طبيب لهذا العام في دولة المجرة. أصبح اليمنيون يبحثون عن أي موضوع مفرح ومشرف ليغير مود الحرب والاحتراب الذي يعيشوه منذ أكثر من سنة، ومثل هكذا موضوع لقي انتشار ومشاركة من قبل الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. الدكتور عبد الرحمن عبد الرب محمد هو يمني من إحدى قرى محافظة تعز، حصد أعلى نسبة تصويت عبر الإنترنت ليحصل على لقب أفضل طبيب لهذا العام في دولة المجرة، وهو مقيم فيها منذ 20 سنة. أتاها مهاجرا غريب، ولكن بهذه البلدان لا ينظرون لجنسية الشخص وعائلته ومنطقته ليعطوه حقه وتقديره. المفارقة العجيبة بالموضوع هو أن هذا الطبيب الذي يكرم اليوم في المجر هو ذاته الطبيب الذي عاد لليمن بلده وموطنه الأصلي يتطوع في إحدى مستشفياتها الحكومية بعد أن تخرج من أكبر الجامعات في هنغاريا. عاد لبلده متشوقا لخدمتها، وبعد 9 أشهر من العمل التطوعي الذي أثبت فيه كفاءته، يعني وظفوه براتب 70 دولار بالشهر. تخيلوا 70 دولار بالشهر، إيش بتعمل لواحد عايش في اليمن؟ وبعدين يقولوا ليش مثل هؤلاء يسيبوا بلدانهم ويروحوا البلدان غريبة. ألف مبروك للدكتور عبد الرحمن، ونتمنى له كل التوفيق، ونتمنى أن تتغير هذه البيئة الطاردة لكل ما يمت للحياة بصلة. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهذه المرة لربات البيوت ومن يملك وقت ولا يعرف ماذا يصنع به. الكثير من الناس يقومون بالتخلص من أوراق الجرائد بعد قراءتها، فلا ترمي الجرائد بعد الآن، هنالك طرق كثيرة للاستفادة منها، تابعوا هذا الفيديو. بهذا وصلنا لختام فقرة أبديت، نذهب لفاصل قصير ونعود، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد، ونكمل وإياكم فقرات البرنامج وإلى فقرة ألت شيفت.
21 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بما فيهم حوالي 2,500,000 نازح بحسب منظمة الصحة العالمية. معلومات مخيفة تصدرها المنظمة الحقوقية العالمية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتكتفي أغلبية هذه المنظمات بإصدار التقارير. برأيكم، ما الذي يتوجب على هذه المنظمات في التخفيف من معاناة الناس في اليمن؟ وهل أنتم راضين عن دور المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية منها والمحلية حاليا في اليمن، خاصة في ظل الظروف الحرب الدائرة؟ كان هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وطرحنا عليكم في صفحة البرنامج، والآن نستعرض وإياكم تعليقاتكم وتفاعلكم مع الموضوع. ونبدأ بأول تعليق لأيمن سرور، والذي كتب: لم نلتمس عمل المنظمات إلى الآن، أشعر أن المنظمات لم تصل للطبقة الأكثر عوزا، هذا لا يقلل طبعا من الدور الذي يقومون به، أما ما يخص رجال الأعمال يجب أن يخصصوا مبالغ من أجل إنقاذ هذا الشعب المسكين والتعاون مع المنظمات. تعليق آخر لأسامة الفهيدي كتب فيه: أولا نثمن دور بعض المنظمات ووقوفها مع النازحين خارج مناطق الصراع، أما عن المتضررين من الحرب والمتواجدين في أماكن الصراع لا حول لهم ولا قوة. ثانيا هنالك بعض من المنظمات لا نشوف لها وجود على أرض الواقع، إنما نسمع عنها فقط في الإعلام. هذه هي المشكلة الكبرى يا أسامة، أنه الغالبية من هذه المنظمات نسمع عن بس عملها في الإعلام، ولكن لا نرى فعلا كما قلت أي عمل على أرض الواقع. ننتقل إلى تعليق آخر لفاطمة الأغبري، كتبت فاطمة: بالنسبة للمنظمات الإنسانية عليها أن تكون واضحة في عملها وتحدد المناطق الأكثر احتياجا للمساعدات الإنسانية، لأنه برأيي هذا التهويل في العدد مبني على معلومات خاطئة الغرض منها المتاجرة بحاجتنا من أجل الاستفادة، فالمنظمات حتى وإن كانت دولية الفساد موجود بها. صحيح يا فاطمة، أرى بأنه يجب معرفة المناطق المتضررة والتي هي بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الدولي، أما رجال الأعمال فعليهم أن يكونوا يد واحدة ويجندوا مجموعة من الشباب لمعرفة من هم الناس الأكثر معاناة، وبناء عليه يقومون بدعمهم. بالنسبة لدور المنظمات، لست راضية على دورهم، وأثبتت هذه المنظمات أن لها دور ضعيف وغير حيادي. ننتقل إلى تعليق آخر لأمجد خالد اليوسفي، كتب فيه: أمجد قال أن المنظمات الإنسانية العالمية عليها أن تتخلص أولا من القوى النافذة التي تسيطر عليها وتوجهها بحسب مصالح أشخاص ودول، وقل ما نجد منظمات دولية غير مخترقة، أما المنظمات المحلية فأقول لهم الله يعينكم. لتعليق آخر لأسامة أيضا، قام بإنزال صورة كتب: هذه بعض المساعدات التابعة للهلال الأحمر الإماراتي المقدمة للشعب اليمني تباع في الأسواق، للأسف هذه حقيقة. شكرا يا أسامة على هذه اللفتة المهمة، فعلا أغلب المساعدات التي تصل لليمن للأسف تصل للسوق السوداء بدل أن تصل إلى المحتاجين، وهذا أكثر ما لقيناه في عدن وفي المناطق المحررة أو حتى في صنعاء، المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين يقومون بأخذها وبيعها في السوق السوداء. تعليق آخر لمحمد عبد الرب الأغبري كتب فيه: بالنسبة لدور المنظمات الدولية فهنالك البعض منها بدأت في العمل مع هؤلاء النازحين، والبعض اكتفى بأخذ التقارير، فهنالك العديد من المنظمات الدولية في اليمن تكتفي برفع التقارير، إلى جانب هنالك بعض المنظمات الدولية إلى اللحظة لم تأخذ الأمان لممارسة إغاثة النازحين، وهذا شيء ما جعل بعض المنظمات لم تبدأ حتى اللحظة. هنالك من نسميهم أعداء الإنسانية قد تتمثل بالقيادات الميدانية والمجتمعية، فأحيانا عندما يتم طلب بيانات للنازحين في مكان معين من قبل منظمة معينة، تجد مثلا الشيخ أو عدل المنطقة يرفع ببيانات كل من فيها هم أسرته بغرض الاستحواذ على هذه المعونات، فعند المسح الميداني من قبل المنظمات تجد أن أغلب البيانات خاطئة وكاذبة، لهذا تتعمد المنظمات مغادرة هذه المناطق، والسبب هم القيادات المجتمعية. فعلا يا محمد عبد الرب شكرا لهذه اللفتة، فعلا هنالك من يقومون بعمل بيانات خاطئة يدرجون فيها أسماء أسرهم وأصدقائهم المقربين ويستثنون منهم فعلا بحاجة لهذه المساعدات. نختتم بآخر تعليق لمبارك اليمني الذي كتب فيه:
هنالك الكثير من المنظمات الإنسانية ساهمت في تخفيف معاناة النازحين الذين تضرروا من آثار الحرب، ولكن الأمر الغريب أننا نسمع عن كثير من المنظمات التي نسمعها في القنوات الفضائية أنهم ستساهم في تخفيف معاناة النازحين، ولكن لا نرى أي مساعدات مقدمة. شكرا لكل من تفاعل معنا في الموضوع، ونتمنى منكم أن يكون تعليقكم مقتضب ومختصر حتى نستطيع قراءته كاملا. شكرا لكل من يتفاعل معنا في مواضيع الحلقات، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، ننتقل إلى الفقرة التالية. انتشر هذا الأسبوع صورة لجواز شاب يمني وهو ممزق ومرمي في مطار الملكة عليا في الأردن. الصورة أثارت استياء وسخط الكثير عن نفسي، كانت الصورة صادمة بالنسبة لي ومؤلمة ومجعة جدا. خلونا أولا نبدأ نشوف الصورة. كما تابعتم هذه الصورة، ووفقا للناشطين الذين قاموا بنشرها قالوا أنها لشاب يمني قام ضابط في المخابرات الأردنية في مطار الأردن بتمزيق جوازه. تفاصيل الحادثة لم تنشر بشكل دقيق، ولكن حسب الناشطين عبروا عن استيائهم من هذا التصرف الغير لائق، واعتبروه تعدي واضح ووجب التصدي له من قبل وزارة الخارجية اليمنية، وطالبوا أيضا الحكومة الأردنية برد الاعتبار، حيث اعتبروا هذا العمل إهانة لكل اليمنيين وليس فقط لهذا الشاب. ولكن كيف ذلك إذا كانت حكومتنا لم تحرك ساكنا؟ سواء كانت هذه الحادثة حقيقية أم لا، يجب على الحكومة أن تتحرك لتعرف ما ملابسات الحادث بالضبط. هذا جواز يمني ممزق ومرمي في بلد غريب. لن أقول نحن نطالب الحكومة بالنظر بالموضوع ورد الاعتبار والقيام بواجبها و و و لأنها للأسف لن تفعل، ولكن نتأمل فعلا أن الحادثة تتضح أسبابها، ولكن سأقول حسبنا الله ونعم الوكيل بالظروف التي أوصلتنا لهذا الحال. والآن خلونا ننتقل لفقرة تاتش. تاتش هذا الأسبوع عن جهاز صغير يدعى أير بير، وهذا الجهاز سيحول حاسوبك المحمول من جهاز عادي إلى جهاز يعمل باللمس. كيف ذلك؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير. هل تعبت من لابتوبك العادي وتتمنى لو كان بإمكانك تحديثه ليصبح يعمل بخاصية اللمس مثلا؟ لدينا الحل المثالي لك عبر جهاز إضافي صغير يدعى أير بار. تقوم بتركيبه على حاسوبك المحمول لينتقل فورا للعمل بخاصية اللمس. ليس هذا فحسب، بل خاصية اللمس فيه تبدو أسهل وأكثر فاعلية من تلك الهواتف التي تعمل باللمس أصلا، فيمكنك العمل به بأي شيء تحمله بيدك، حتى بالقفازات وكذا الرسم بالفرشاة. هو جهاز مغناطيسي موصول بالUSB، يمكنك تركيبه ونزعه بسهولة ليعود حاسوبك المحمول كما كان من قبل، وأيضا تستطيع من خلاله توفير شحن الجهاز دون أن تتأثر بطاريته بذلك. هذا الاختراع سيكون متاحا بالأسواق منتصف هذا العام. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كيبورد، ووجد بكم وبما تكتبوه على صفحاتكم بمواقع التواصل الاجتماعي. لهذا ننتظر اقتراحاتكم بالمواضيع والمنشورات والصور والفيديوهات وكل ما تحبوا أن يعرض في هذه الشاشة على صفحة البرنامج في الفيسبوك، الظاهر رابطها أسفل الشاشة. نلقاكم على خير في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. كونوا بألف خير وأبان. إلى اللقاء.